بدأ هذا التماهي مع طهران من 86 في إيران جيت، بدأ هذه العلاقة التي كان يقودها رفسنجاني وهو المسؤول عن العلاقة السرية مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. نعم. ثم تنامت بعد 11 سبتمبر. بيرسي ومحمد جواد ظريف لعبوا دور في إقناع الغرب. مين بيرسي بس للمشاهدة؟ مؤسس نشر الإيراني أمريكان كونسل، اللوبي الإيراني. نعم. لعبوا دور في أنه الإرهاب سني بعدم وجود مرجعيات وليس شيعي بوجود مرجعيات. ثم هذا التماهي بين إدارة جورج بوش الإبن مع طهران في إسقاط نظام طالبان آنذاك، وأيضا إسقاط نظام صدام حسين. وأتذكر زيارة محمود أحمد نجاد إلى المنطقة الخضراء تحت الحراسة الأمريكية، والتماهي أيضا في حقبة الثورة، حقبة التثوير ما يسمى الربيع العربي.